السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصها لمناقشة أسباب وتداعيات استقالة محافظ عدن عبد العزيز المفلحي. قدم محافظ عدن عبد العزيز المفلحي استقالته من منصبه بعد نحو 7 أشهر على تعيينه. واتهم المفلحي في بيان استقالته الحكومة بالفساد وعرقلة جهوده في العمل على توفير الخدمات للعاصمة المؤقتة عدن. وقال المفلحي إنه واجه منذ تعيينه محافظا لعدن حربا ضارية مع معسكر كبير للفساد بحراسة يقودها رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وتداعيات استقالة محافظ عدن، وما الذي يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بعد هذه الاستقالة. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. طيلة فترة بقائه التي لم تتجاوز الأشهر في الداخل اليمني، لفت عبد العزيز المفلحي أنظار إليه وإلى حماسته تجاه المدينة المليئة بتعقيدات ما بعد الحرب. أمر عدن، إنها عدن إذا قامت بدورها، أؤكد لكم، لن يكون هناك فقيرا، بل أنها ستستوعب من الطاقات العاملة بالملايين مش بالآلاف، لا والله، فليكون أفقنا أوسع وأبعد ونمارس التحدي بكل إرادة وفاعلية لنجد أنفسنا أمام العالم ليحترمنا على الأقل، يقول هؤلاء قوم يعلمون مكانتهم. حاول من دون جدوى مزاولة أعماله من داخل مبنى المحافظة، لكن الأخير كان قد أصبح مقرا لما أسمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي. زاد حجم التعقيدات وتقاطعت أهداف المشاريع الناشئة، فغادر الرجل العاصمة المؤقتة إلى الرياض، وبقي أمر مغادرته طي الصمت واختلاف وجهات النظر في الأسباب، إلا أن الصمت لم يدم كثيرا. لفت الرجل الأنظار إليه مرة أخرى، ولكن هذه المرة من باب المغادرة وتقديم الاستقالة. استقالة أثارت الكثير من الجدل وتحولت إلى رأي عام بالنظر إلى ما ورد فيها من أسباب لمغادرته منصبه، فاتهم الحكومة ورئيسها تحديدا بخذلانه وعرقلة تحركاته، وهذا بالذات ما أثار حفيظة البعض كونه لم يتطرق إلى العراقيل الأخرى حسب رأيهم، بينما آخرون أخذوا الرجل على سجيته وما عرف به من صراحة، مبدين تفهما لما تضمنته الاستقالة كون الرجل اختار التعريج على الخطوط العريضة دون الدخول في تشعبات التفاصيل. وأيا يكن، فالثابت أن عدن الواقعة في تجاذبات مشاريع محلية وإقليمية ضاقت ذرعا بالرجل، وقاده صراع المصالح إلى أبواب موصودة. إذن نستهل النقاش، وينضم إلينا من نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح. سيد أحمد، مساء الخير. مساء النور والسرور عزيزي. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ما قراءتك لمسببات هذه الاستقالة التي تقدم بها محافظ عدن؟ إلى أي مدى تراها صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من الله مساكم جميعا، أستاذ المشاهدين وضيوف الكرام. أهلا بك. في الحقيقة أن يعني هذه الاستقالة لها شقين أو وجهين. الوجه الأول هي قمة الشجاعة من المحافظ في وقت كان يصمت الجميع أمام فساد كبير جدا، منظومة متكاملة من الفساد، ذرعا أصابع لم يستطع أحد الاقتراب حتى منها. عندما يقترب أي شخص من هذه الحكومة في انتقادها أو في ذكر ما يعني فسادها، فإنه يتهم بتلك اللحظة بأنه معارض أو أنه ينتمي لطرف آخر، ينتمي بأنه عميل للإمارات أو أنه انفصالي أو غيره من الأمور. لكن هذا الرجل أتى من رحم الدولة، أتى من جانب الدولة، من جوار الرئيس، ولا زال يحمل منصب رئيس الجمهورية بالمناسبة. نعم. وعندما تحدث لم يتحدث عن أشياء وهمية أو أشياء في الهواء طلق، لكنه تحدث عن معطيات حقيقية، تحدث بالأرقام، فصل مجريات فساد الحكومة بوضوح. ولم تكن الاستقالة وليدة اللحظة أو مفاجأة لأحد أبدا، بل الرجل قبل أسابيع تحدث أيضا حول موضوع فساد رئيس الحكومة في رسالة واضحة لرئيس الدولة، لعل وعسى بأن تكون كثير. لكن للأسف الشديد اقتنع كما اقتنع الشارع الجنوبي والشارع اليمني عامة، لأنه المنظومة أكبر من رئيس الوزراء، أكبر من رئيس الحكومة، بأن هناك رضا تام عليه وقناعة، وأن هناك شركاء له داخل مؤسسات الدولة العميقة
مثل الرئاسة وغيرها من مؤسسات الأخرى، وهذا أمر خطير جدا يا سيدي العزيز. المفلحي قال كلمته بوضوح، والكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية، هو عليه أن يتخذ قرار حقيقي وشجاع. لا توجد أي إشكالية عندما يتخذ رئيس الجمهورية قرار بإقالة مسؤول فاسد، أثبتت كل الوقائع بأنه فاسد. نعم. لكن هل المسبب الوحيد يعتبر هو مسبب الفساد، يعني هو المبرر الوحيد للاستقالة، أم أن هناك يعني نستطيع القول المسببات لم يستطع المحافظ أن يفصح عنها، يعني عرقلته في أداء مهام وأمور أخرى؟ على العكس تماما، المحافظ المصلحي بالمناسبة يمتلك الشجاعة الكاملة لقول ما يؤمن به دون أي اعتبارات أخرى لأي أحد أبدا، حتى لأقرب الأقربين له. وأنا تحدثت معه شخصيا بالمناسبة، الرجل واضح تماما، يعني لا يوجد لديه يعني أجندة، هو يؤمن بما يؤمن به وصريح جدا في هذا الأمر من أول يوم، والناس يعرفون هذا الرجل. اختلفنا أو اتفقنا معه، وقفنا في صفه أو لم نقف في صفه، الرجل قال كلمته بوضوح ولم يحاول أن يغاير أو يحاول أن يزيف الواقع. الناس كانوا دائما في الحكومة وفي الأطراف السياسية الأخرى كانوا يستخدمون المكايدات والمناكسات ظنا منهم بأنهم سوف يغطون على فسادهم، كانوا يتحدثون على مبنى المحافظة، على منزل المحافظ، عن أشياء تافهة وحقيرة ليس لها أساس في الواقع، لأن المحافظة كمبنى مفتوح، موظفي المحافظة يداومون فيه، وغيرها من الأمور، والناس كانوا يحاولون إشغال الشارع العام والرأي بهذه التفاهات. لكن سيد أحمد، كما تلاحظ المحافظ لم يستقر كثيرا في عدن، يعني بمعنى أنه الفساد ليس السبب في عدم استقراره بدرجة رئيسية. على العكس تماما، عندما ذهب وجلس وهو بجوار رئيس الدولة، كان بإمكان عدن كمدينة صغيرة بإمكانك أن تجلس فيها لأيام وتقبض على ملفات الدولة ومسارات الحكم وإدارات السلطة المحلية، وستعرف مسارات الدولة الحقيقية في مسألة حرب. المشكلة يا سيدي العزيز ليست فساد فقط، المشكلة بأن هناك حالة حرب، وأن هناك معاناة للشعب، وأن تأتي دولة وتستغل كل هذه المعاناة وتسرق في ظل حرب. هذه الجريمة مركبة ومضاعفة، والعقاب يجب أن يكون مضاعف عليها، ليس كحال طبيعي جدا في أي فساد. هذه الجريمة أثبتت بأن هناك الأطراف التي كانت تقف حول تسهيل هذه الرقابة والمحاسبة على الدولة. هذه الجريمة أثبتت بأن هناك جهات حقيقية داخل الدولة والحكومة هي من توقف تفعيل القضاء ومؤسسات القضاء ظنا منهم بأنهم سوف يتوب من عقابهم. اليوم يا سيدي العزيز الرجل قال بوضوح هذه الكلمة، ويجب على العقلاء والشرفاء في الحكومة في الدولة إن كانوا موجودين أن يستقفوا هذه المعلومة ببساطة جدا. ليس آخر الدنيا إذا استقال بن دغر أو تمت محاسبته أبدا. الفساد عندما يتم محاسبته سوف يرفع يا رئيس الجمهورية ومن الشرفاء داخل هذه الشرعية، أما الاصطفاف خلفه من قبل الدولة والدولة العميقة والأحزاب والقوى السياسية والناشطين والإعلام فإنه فساد أيضا يضاف إلى الفساد الآخر. نعم سيد أحمد، تكرم بالبقاء معي. مشاهدينا، يعني كان يفترض أن يكون هناك تمثيل للجانب الحكومي في هذه الحلقة، لكن تواصلنا بالكثير منهم من رفض، ومنهم يعني لم تكن يعني جوالاتهم يعني تعمل كي يتم الرد، ونشركهم في النقاش. ولكن سينضم إلينا حاليا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي. الدكتور مساء الخير. هلا مساء النور. أهلا بك دكتور. دكتور، ما هي قراءتك لما تضمنته استقالة محافظ عدن عبد العزيز المفلحي؟ طبعا هي واضحة، طبعا هو عللها بوجود فساد ووجه التهمة بشكل واضح للحكومة. لكنه واضح أنه أغفل جانبا آخر مهما كان يشكو منه بشكل واضح، وهو أن الذين يدعون إلى عودة دولة الجنوب سابقا قبل 90، والذين نتحدث باسمهم بشكل أوضح المجلس الانتقالي في عدن، كان لهم دور كبير، والأحزاب الأمنية الموجودة التي لا تشرف على الدولة والسيطرة عليها كان لهم دور كبير في منعهم دخول منزل المحافظ ومبنى المحافظة. المسألة ليست بهذه السهولة، أن مسألة عدم تسليم المبنى قضية تافهة، هي ليست تافهة، هي منزية. أن يمنع محافظ عدم من الدخول إلى مبنى المحافظة هذه إهانة معنوية وإهانة للدولة وإهانة لشخص المحافظ. وهذا هو الذي حصل عندما خرج مغاضبا الأخ المفلحي، مع أنه شخصية وطنية نزيهة مجمع على نزاهتها وعلى حسن أدائها.
نعم. لكن ولاعتبارات سياسية محددة لم يذكر الشق الآخر من الأسباب التي دفعته إلى هذه الاستقالة، والتي كان يتحدث عنها وتحدث عنها بشكل واضح في لقاء جمعه مع بن جبر عندما زار محافظة أبيان وعقد اللقاء المعروف الذي قال فيه المفلحي خطابا كان طويلا نسبيا. نعم. الإشكال هناك في الجنوب أن هناك أو في اليمن بشكل عام هناك تسييس، هناك تسييس للقضايا، هناك تسييس للمبادئ، وهناك تسييس أيضا للفساد. والذين كانوا بالأمس يهاجمون المفلحي لأنه تحدث عن الأقاليم وعن اليمن الواحد في إطار الدولة الفيدرالية، والذين كانوا يهاجمونه لأنه كان منسجما حينها أو هكذا يظهر مع رئيس الوزراء ومع الحكومة الشرعية، لا تزال صفحات التواصل الاجتماعي ولا تزال مقالاتهم موجودة حتى هذه اللحظة. نعم. العجيب أنه كما نقول يعني في لندن تمر الفصول الأربعة في يوم واحد. نعم. هذا الذي يحصل في جو السياسة اليمني، الذين كانوا ضد المفلحي بالأمس اليوم يتبركون عليه. نعم. ويعتبرونه من ضمن الشخصيات النزيهة، ناسين أنهم هزموه بالأمس وهو شخصية نزيهة بالمناسبة، لكنهم بالأمس يعني كانوا ضده، واليوم من أجل التسييس. نعم. لكن يا دكتور يعني استقالة محافظ محافظة. نعم دكتور، استقالة محافظ محافظة وفي ظرف صعب تمر به البلاد بشكل عام، وأيضا المحافظة نفسها تمر في وضع استثنائي، يعني استقالة دون الكشف عن أسباب هو تحدث عنها بالسابق أنها يعني سبب في إعاقته عن أداء مهامه، ماذا نفهم ذلك؟ هل هو تحول في الموقف أم لماذا تحفظ عن هذه الأسباب ولم يذكرها؟ وطبعا فصلتنا شهور عن زيارة يعني زيارة وقدوم المفلحي إلى عدن وخطابه الذي كان والاستقالة التي كانت البارحة، مرت شهور. ما الذي جرى خلال هذه الشهور؟ ذهب المفلحي إلى الرياض ثم انتقل إلى القاهرة يعني بعملية جراحية كانت خفيفة ولكنه استمر طويلا، وخلال الأيام الماضية كان الحديث يدور عن عودته إلى عدن، بل يعني كان هناك ما يشبه التأكيد بأنه سيعود إلى عدن، ثم حصلت المفاجأة لأنه استقال. أنا أعتقد أن الاستقالة على كل هي أمر طيب أن قدمها، لأنها حركت هذه المياه الراكدة. سيكون من ميزاتها أنها ستجعل الحكومة الشرعية تراجع جانبها. الرئيس هادي رفض الاستقالة البارحة حسب تصريحات رئاسية، ويزمع أن يجتمع الاثنان بن بغر والمفلحي في حضرة الرئيس هادي لمناقشة حيثيات ومسببات هذه الاستقالة. وإذا وصلنا مع هذه الاستقالة إلى اجتثاث الأسباب التي أدت إليها، تكون هذه الاستقالة فاتحة خير من شخصية وطنية نزيهة ولها وزنها وتاريخها أيضا، وسيكون متحكما على الحكومة بأن تنظر في دعاوى المفلحي. نعم. المفلحي طبعا قبل أيام أو قبل أسابيع ربما غرد بتغريدة فيها غضب كبير من رئيس الوزراء بأنه حول أموالا كانت تخص محافظة عدن إلى أموال تبع الدولة في حساب إحدى الوزارات، وأنا أعتقد أنه هذه مسألة إجرائية يمكن أن نفصل فيها داخل الحكومة، بمعنى هل خطوة بن بغر إجرائية وهي قانونية أم لا، لكن لا نستطيع أن نقول إنه. أنتم دكتور كيف تنظرون لهذا التوجه من رئيس الحكومة وصرف مبالغ لوزارة المالية؟ هناك يعني جدل كبير حول هذا المبلغ، من يعني تحدث عنها الكثير في من أبناء محافظة عدن، نشطاء، صحفيين، سياسيين، حول عدم صوابية صرف هذا المبلغ. أنا لست الجهة التي تفصل في ذلك، ربما جهة قضائية يمكن أن تفصل أو جهة إدارية يمكن أن تحدد، لكن الذي المعروف أن بن بغر حول أموالا من حساب تابع للدولة إلى حساب فرعي للدولة، بمعنى أنه لم يحول الأموال من حساب يخص محافظة عدن إلى حسابه الشخصي، وهنا يمكن أن تكون أو تجد شبهات الفساد. المسألة إن كان هناك خطأ فهو خطأ إجرائي يمكن أن يقع فيه بن بغر، وللقضاء سواء كان القضاء الإداري أو غيره أن يحكم في مثل هذه المسألة، لكن المسألة أخذت أكبر من هذا الحجم لأنها سويسة بالطبع كما هو معروف، نحن قريبون من الساحة اليمنية، الأطراف السياسية في اليمن توظف كل كبيرة وصغيرة من أجل أن تحيل الأوراق الموجودة في أيديها إلى أوراق بنكية في بنكها السياسي في رصيدها السياسي، وهذا ما حصل اليوم والبارحة في عدن، ولذلك تجد المواقف المتضاربة حول شخصيته
التي بالامس كان مغضوبا عليه واليوم مرضيا عنه، لا لشيء الا لانه اتهم ابن درب ولم يكرر الاسباب التي كررها كثيرا التي ذكرها في خطابه الشهير لما كان في محافظه ابين. كان هناك صراع سياسي يوظف الفساد توظيفا سياسيا، ولذلك انا لا اعتقد بان الفساد يمكن ان يجابع، لان الذين يقومون بالفساد او يقومون بمهاجمه الفساد والمطالب بتحقيق الفساد انما يكون هذا تحت خطاب سياسي معينه. نعم. اجنده سياسيه محدده و ولذلك لا يوجدون صراحه لا داخل الحكومه ولا لدى الاطراف الاخرى في محاكمه الفساد، لان الفساد منتشر لدى الكل، يعني الكل يتهم والكل متهم، وبالتالي يعرف الاطراف تعرف الاطراف المختلفه بان الذي يرجم البيت خصمه هو بيته اصلا من زجاج، ولذلك ليسوا جادين في طرح مسألة الفساد ومكافحة الفساد بشكل جدي، وإنما هو استثمار سياسي للأسف الشديد كما هو حاصل الآن في عدن. نعم، إذن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، شكرا جزيلا لك، ونعتذر مشاهدينا على مشكلة الصوت التي صاحبت اتصال الدكتور محمد جميح. أعود لضيفي الآخر السيد أحمد الصالح. سيد أحمد، ماذا لو مضت هذه الاستقالة وتم قبولها؟ يعني هناك خبر أن الرئيس هادي رفضها، ولكن لو تمت وقبلت هذه الاستقالة وتم تعيين محافظ جديد للعاصمة المؤقتة، هل سيتم تسليم مبنى المحافظة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لهذا المحافظ الجديد؟ يعني هو السؤال تأتي من الآخر، وأرد أيضا على ما قال الدكتور محمد جميع. الحقيقة أنه أخذ حيز في الرجح والموضوع المجلس الانتقالي والأجندة السياسية، وتجاهل تماما ما كان مضمون الاستقالة. المجلس الانتقالي يا سيدي العزيز لم يمنع ولم نوقد أبواب مجلس مبنى المحافظة مطلقا، لم يذهب السيد المحافظ أبو عيد المبلغي إلى مبنى المحافظة ويتم إعادته، لم يتم منع موظف واحد من الدخول مبنى المحافظة، لم يذهب أيدروس الزبيدي حتى دقيقة واحدة إلى مبنى المحافظة بعد استقالته بعد إقالته. نعم، لكن كيف نفسر عدم ذهاب المحافظ إلى مبنى المحافظة لممارسة مهامه، وأيضا عدم استقراره في مقر إقامته في العاصمة المؤقتة عدن؟ هل هو تقصير من المحافظ مثلا، ويعني مقابل أنه لا توجد عليه أي يعني عوائق من قبل ممارسة مهامه والدوام من مبنى المحافظة؟ هذا السؤال بإمكانك توجيهه للمحافظ أو أحد يمثل تخصيص المحافظ بالضبط، لكن فعليا نعم هناك الجانب الحكومي، نحن يعني أوضحنا أنهم لم يتجاوبوا معنا ولم يكن معنا أحد كي يوضح هذا الجانب، ولكن يعني هل نستطيع القول أنه يمكن أن يكون تقصير من المحافظ في أداء مهامه وإرماء التهمة على المجلس الانتقالي مثلا؟ المحافظ لم يوجه للمجلس الانتقالي وليس له ذلك، هو لا يوجد توضيح بهذا الجانب، ولكن ما الذي يدفع المحافظ؟ هنا سؤال، هو يفترض ان لا يوجه لك هذا السؤال، ولكن كنقاش يعني ما الذي يدفعه لان يعني يبتعد عن ممارسه مهامه من مبنى المحافظه ويقيم في مقر اقامته في العاصمه المؤقته ويظل طول هذه الفتره بعيدا عن مبنى المحافظه؟ هنا سؤال، يعني اذا لم تكن بالفعل يعني القوات التابعه للمجلس الانتقالي هي من تعرقل هذا المحافظ. شخصيا مثل ما قلت لك، انا لا اعتقد ان المجلس الانتقالي اعلن بانه سيضع يده على مؤسسات الدوله من اجل يمنع احد من دخول موظفين الدوله، ولو انه اراد ان يمنع احد لاغلق ابواب مبنى المحافظه ومنع الناس، وهذا ليس له طبعا في هذا الامر، انا اقصد بانه كل موظفي المحافظه كانوا يذهبون بما فيهم وكلاء المحافظه ومدراء العموم وكافه افراد السلطه المحليه ومدير مكتب عبد العزيز مثل حين يداوم في مبنى المحافظه. يعني هذا العذر عندما نتحدث، يعني المجلس الانتقالي نتحدث عن اطر سياسيه نحاول ان نشركها بعضها البعض دون فعليا التحدث عن الاسباب، نحن نتحدث عن النتائج، وهذا امر يعني ليس صحيح، ليس في السياق الطبيعي جدا. يا سيدي العزيز، عندما تكلم ضيفك قبل قليل حول موضوع تحويل بن دغر الاموال، بن دغر ارتكب عده اخطاء في هذا المسار، اولا خطا اداري واجرائي وقانوني، ثم أن هناك أولويات داخل الدولة، الناس لا توجد لديها كهرباء ولا وقود، ثم يأتي بخمسة مليار دولار، خمسة مليار ليحولها لمشروع إنترنت والناس لا توجد لديهم كهرباء، أعتقد أن هذه مهزلة. هناك صفقة فساد كانت موجودة ضمن هذا الإطار،
هناك أمولات تلقاها مسؤولين الدولة وموظفين داخل قطاع الحكومة من أجل أن تتم هذه الصفقات، وبالتالي يحصلون على أمولات المشاهدون يشترون لهم شقق في إسطنبول وفي القاهرة وإجازات لهم ولأبنائهم. وهذا الفساد بعينه فيني من منذ 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 يعني انطلاق عقد حد اليوم، بأن الدولة أقالت موظف على فساد أو وجهت تهمة حقيقية بناء على أدلة لفساد أي موظف. معنى ذلك بأن هذه الحكومة وموظفيها بأنهم ملائكة لا يسرقون لا ينهبون، وهذا الوضع غير طبيعي. وهناك شراكة داخل مؤسسات الدولة بين موظفين الدولة وعصابات تعمل لو بكبير جدا داخل هذه الدولة. وعلى الرئيس هذه الآن موضوع استقالة قبول الاستقالة أو عدم قبولها هو بحاجة إلى مسار اثنين، إما إقالة بن دغر وتحويله للحساب للمحاسبة بناء على القانون ورفض إقالة بن دغر، وهنا سوف يحدث حديث ونقاش كبير جدا مع رفض إقالة استقالة المفلحي، أو أن يقبل استقالة المفلحي ويبقي الفاسد الكبير، وهنا يضع الحجر في رأسه. الرئيس هادي سوف يكون في مرمى الجميع، في مرمى نار الجميع، بأنه متهم حقيقي هو والمقربين منه بأنهم جزء من منظومة الفساد. إذا رضي الرئيس هادي ببقاء بن دغر بعد كل هذه الفضائح وهذا الفساد الذي خرج من رحم الدولة من الحكومة نفسها من مستشار رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، فإن الرئيس هادي سوف يكون طرف أساسي في الفساد وسيطالب الجميع بمحاكمته ومحاسبته على هذا الفساد. الشعب يا سيدي العزيز صبر كثيرا وتحمل كثيرا من المعاناة، ولا زال إلى اليوم لا يوجد وقود، لا يوجد خدمات، لا يوجد أي أشياء حقيقية قدمتها الحكومة هذا، ومع ذلك الشعب تحمل. لكن أن تتم أيضا مكافأة هؤلاء ببقائهم في مناصبهم بعد ثبوت كل هذه الجرائم وهذا الفساد وهذا النهب، أن هذه كارثة وستكون رئيس هادي في مرمى الجميع. نعم سيد أحمد، ابقى معي سنشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض الصحفي أنيس منصور. سيد أنيس مساء الخير. مساء النور لك وضيفك الكريم والمشاهدين. أهلا بك سيد أنيس، لعلك طلعت على استقالة محافظ عدن يوم أمس. المحافظ يوضح أن الأسباب هي شبكة الفساد التي تسيطر أو المتواجدة في مفاصل الحكومة، يعني هناك أسباب أخرى يراها الكثير أنه لم يتطرق إليها المحافظ. برأيك يعني لماذا ابتعد المحافظ عن ذكر هذه الأسباب؟ أعتقد يعني كان هو الأصل، أول شيء كان الأصل أن المحافظ يكسب تعاطف الرأي العام من خلال يعني نشر استقالة جدا أفضل من رمي الاتهامات وتوزيعها سالها أيضا باستغلال سيء جدا. المحافظ لم يتطرق من الذي حاول أن يغتاله 4 مرات، المحافظ لم يتطرق إلى التناقضات عندما تساقطت دموعه في أحد اللقاءات بالفيديو المشهور وهو يتحدث عما يحصل في عدن من عقد من قبل ميليشيات داخلية في داخل عدن تريد أن حولت عدن إلى قرية ولعبت بالثروات ولعبت بالإرهاب بكل شيء. المحافظ لم يتحدث على أنه يجير المحافظة من غرفة 4 في 6 داخل المعاشر، لأن هناك جهة ما تسمى بالمجلس الانتقالي منعته من الدخول إلى مبنى المحافظة وإلى مبنى المحافظة وبيت المحافظة المعروف. هنا نقطة سيد أنيس، سيد أنيس اسمح لي هنا لو قاطعتك، يعني ضيفي الآخر الناشط السياسي أحمد الصالح يقول أنه لا توجد أي عراقيل من قبل المجلس الانتقالي لممارسة المحافظ مهامه من يعني مبنى المحافظة وأيضا إقامته في المقر المخصص له في العاصمة المؤقتة. إذن ما هي الأسباب التي منعت المحافظ للعودة لممارسة مهامه من مبنى المحافظة؟ هل نقول تقصير من المحافظ مثلا؟ ليس تقصير من المحافظ، هناك تقصير. إذا كان المحافظ تم تعيين بعمل المحافظة أحمد سامي وكيل المحافظة، في اليوم الثاني يتم إطلاق الرصاص ومهام الدخول مبنى المحافظة، مبنى هو الإعادة تحولت إلى مربعات مناطقية شهوية يعني حقيقه توقف بشكل ليلي، ونحن نسمع وانتم تستعرضون في قناه بنكيس كثيرا من الاحداث والتصورات الموجوده كثير من الاعداد الذين
يمارسون الفوضى داخل عدن. هناك حالة توحش تمارس ضد الحكومة من قبل كثيرة من القبيلة من التحريض السابر على حكومة الانتقال. ماذا يريدون؟ لماذا العدو الافراديين؟ المجلس الانتقالي يخرج مساحة كبيرة جدا من البيانات والخطابات كلها ضد الحكومة، يمارس عملية التجييش والتظاهرات والفعاليات والتحريضات نفس ما كان يمارس الحوثي تحت مسمى مظلومية الجرعة في صنعاء. هؤلاء يمارسون مظلومية الجنوب وقضية الجنوب في وضع يعني تحدي سافر جدا شرعية والمرجعية المتفق عليها فيها القرارات الأممية. يا أخي اللي حاصل في عدن أن حالة عبق تقوم بإنتقالي منعوا من تسليم الإيرادات، كونوا ميليشيات معسكرات خارج إطار الدولة، ليس يوجد لديها أي قرار من رئيس الجمهورية، لا يريدون الدولة ولا يريدون أن يقوموا بدور الدولة. تنشل المحافظة السالبة الدروس الزبيدي في إدارة المحافظة وحولة إلى قرية مظلمة. انظر المقارنة بين محافظة مأرب اليوم ونحن نشاهد التنمية والاستقرار والأمن والهدوء، وانظر إلى محافظة عدن. نعم، لكن سيد أنيس نسمع بكريم بطلع أولا. سيد أنيس، السؤال الأهم هنا، يعني هذا كل ما ذكرته من عراقيل، منها ما صرح بها سابقا محافظ عدن ومنها ما هي واضحة للعيان، يعني لماذا لم يصرح ولم يكشف عنها المحافظ في نص استقالته؟ هذا السؤال يطرح لنفس المحافظ، يعني السؤال لا بك لكن أن المحافظ يتطرق إلى هذه المواضع، لكن المحافظ كما قال المثني بداية وانسلف كان وشن هجوما على الحكومة وعلى دولة رئيس الوزراء بشكل بطريقة فجية وأعلن بيانه على صفحة الفيسبوك. كان المحافظ الأصل أن أولا هذه القضية كانت في عبارة عن قضية داخلية، يستطيع المحافظ أن يرفع هذا الموضوع داخليا لرئاسة الجمهورية ويتم معرفته، لكن أن تتحول أنت إلى مفتك وأنت محافظ مستشار رئيس الوزراء وتتحول إلى واحد ينشر مصدر داخل الفيسبوك وتعطب وبيبيلاك. هذا عبد العظيم الشهيد المعاود كان يحظى باحترام كبير وبشعبية كبيرة جدا، لكن التفرع الذي حصل جعل الناس كثيرا جدا واحدا منهم ومثل كثير جدا الذين كانوا متعاطفين مع عواطفه تغيرت المجتمع وتغيرت الرأي العام أن لماذا تتم مهاجمة لا فرق ما بين خطابة المحافظ المفرح وما بين الخطابات الذي يلقيها عن جرس الزبيد في حصموت وفي مساعد ضد الحكومة، لا فرق ما بين وما بين صالح الصماد الذي يهاجم الحكومة بأميض هذا المنطق وبنفس الطريقة. يعني الموضوع اعتقد ان وراء الحكمه ما وراءها، واعتقد ان رئيس عبد الرب المنصور هادي كان حكيما وخطيبا وهو يوجه قبل هذا وذاك وقبل الاستقاله ويقطع الطريق على الجميع بتسليم مبنى المحافظه وبيت المحافظ وتشكيل لجنه، ونحن سننظر هؤلاء الذين يتباكون الان على المفلحين هل سيسلمون مبنى المحافظه للمفلحين؟ ستنظر هذه الأيام وستقوم على الصورة وفي أنا سبع مراقبين وشاهدين لتعرفوا وضع الدجل والكذب والبهتان الذي يمارس على الحكومة. نعم، وضحت الصورة سيد أنيس منصور الصحفي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد أحمد الصالح بأقل من دقيقة، يعني هل لديك تعليق أخير؟ تعليقي الأخير يا سيدي العزيز مثل ما قلت لك، على الرئيس هادي أن يتخذ قرارا شجاعا وقويا الآن بإقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة استقطاب من كافة القوى الموجودة التي أفرزتها الحرب بشكل صحيح تماما وبناء على ما تمثله كافة القوى على الأرض لإدارة تلك المناطق، ما لم بأن الرئيس هادي سوف يكون هو المتهم الأول في قضايا الفساد والنهب والسرقة ويجب عليه تحمل تبعات هذا الأمر، ودول التحالف أيضا يجب عليها أن تقولها كلمة حقيقية وواضحة في هذا الأمر. نعم. الشعب يعاني ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته بالشكل الصحيح، وسنقف جميعنا في خندق واحد ضد منظومة الفساد وعصاباته مهما كانوا سواء من رئيس أو أصغر منه.
نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الناشط السياسي أحمد صالح، كنت معنا من نيويورك، وأشكر أيضا ضيوفي الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، أشكر أيضا أنيس منصور رئيس التحرير أو موقع هنا عدن، كان معنا من الرياض. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلى الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.